تفضل. انا اعرف واحد من المتلاعبين بالسوق سكر هذيك الليله وشرى شقه بمليون جنيه حق راعيه البار اللي سكر فيه. وانت ايش دراك انا هالموضوع يا ابو خالد؟ انا كنت جالس بنفس البار اللي هو فيه. تفضل. ارجو ان البعض من الزملاء لا ياخذ فكره سيئه عني. كلكم تعرفون ان البارات ما هي لي. انا لو لي البارات كان ما صوت مع اللي صوتوا على منع الخمر عن السفرات. ايه لكن انا حرصا على وطني وحرصا على ابناء وطني اتنقل من بار الى محل قمار الى مرقص الى حدايق الاماكن العامه هذه كي اراقب ابناء وطني وارشدهم الى الصواب.